ليلة مع عمر الخيام. إنه العالم الفذ والفيلسوف الألمعي والأديب الموهوب، شاعر الرباعيات الفارسية وحجة الرياضيين، حكيم زاهد تمرد على الدين وعبثية الوجود، لقب بأبي الوجودية قبل الوجودية، علم من أعلام التراث الإسلامي الثقافي، لغز محير اتهمه بعضهم بالإلحاد والزندقة وارتكاب الفواحش. إنه العالم الفارسي الذي جاء كالماء ومضى كالريح، غياث الدين أبو الفتوح عمرو بن إبراهيم الخيام. كانت شهرته بعمر الخيام، حيث لقبه والده بهذا الاسم نسبة إلى عمله في الصغر، حيث كان يصنع الخيام ويقوم ببيعها. أيها الإخوة والأخوات، لقد قررت أن أتنحى تماما. ولد عمر الخيام في 18 من مايو سنة 1048 ميلاديا في مدينة نيسابور بمقاطعة خراسان، والتي كانت إحدى المدن الرائدة في بلاد فارس الكبرى خلال العصور الوسطى، حيث وصلت إلى ذروتها من الازدهار في القرن الحادي عشر في عهد الدولة السلجوقية، بل كانت مركزا رئيسيا للديانة الزيردشتية، حيث يعتقد أن والد عمر الخيام كان من أتباع الديانة الزيردشتية الذين اعتنقوا فيما بعد دين الإسلام. مرحلة الطفولة في حياة الخيام. أمضى الخيام طفولته في مدينة نيسابور، وظهرت قدراته التي ميزته عن أقرانه، حتى إن أساتذه قدروا ما يملك من مواهب وقدرات وأرسلوه للدراسة عند أعظم معلم في منطقة خراسان، وهو الإمام موفق النيسابوري الذي كان يدرس لأبناء عائلات طبقة النبلاء. وقضى جزءا من طفولته في مدينة بلخ شمال أفغانستان أثناء دراسته على يد الشيخ محمد المنصوري. وبعد أن أتقن عمر الخيام دراسة العلوم والفلسفة والرياضيات وعلم الفلك في مدينة نيسابور، قرر السفر في مدينة بخاري في سنة 1068 ميلاديا، حيث كان يتردد إلى مكتبة الفلك المرموقة. وبحلول سنة 1070 ميلادياً انتقل إلى مدينة سمرقند، حيث كان يعمل أبو طاهر حاكماً ورئيس القضاة في المدينة. وفي تلك السنة بدأ الخيام بكتابة أعماله الأكثر شهرة في علم الجبر، إلى جانب أطروحته رسالة من براهين الجبر والمقابلة، والتي كانت مكرسة لمعلمه القاضي أبي طاهر. بداية بزوغ نجم عمر الخيام في علم الرياضيات وعلم الفلك والشعر. رغم شهرة الخيام شاعرا، إلا أنه كان من علماء الرياضيات، حيث اشتهر ببراعته في علم الجبر، وهو أول من اخترع طريقة حساب المثلثات والمعادلات الجبرية من الدرجة الثالثة بواسطة قطع المخروط. وترجع شهرته في علم الرياضيات إلى قدرته على حل معادلات الدرجة الثانية بطرق هندسية وجبرية، كما نظم المعادلات التكعيبية وحاول حلها كلها، ووصل إلى حلول هندسية جزئية لمعظمها، وصولاً إلى بحثه في نظرية ذات الحدين، ليصبح بعد ذلك علامة عصره وحجة لعلماء الرياضيات. عندما بلغ الخيام 26 من عمره في سنة 1073 ميلادياً، دخل في خدمة السلطان ملك شاه الأول وعينه مستشاراً له، وقد تمت دعوته إلى أصفهان من قبل الوزير نظام الملك سنة 1076 ميلادياً، بهدف الاستفادة منه في المكتبات ومراكز التعليم داخل أصفهان. وبعدها سمح له قربه من طبقة الحكام بالتمتع بامتيازات مالية من السلطان وحياة مرفهة، مما جعله يتفرغ لإجراء بحوثه العلمية ودراساته وتنقلاته بين أكبر مراكز العلم لتبادل التجارب والأفكار مع العلماء. ليبدأ الخيام في إكمال رحلته العلمية من خلال دراسة أعمال عالم الرياضيات اليوناني إقليدس وأبولونيوس. ولم يتوقف الخيام في الإبحار بسفينته في بحر العلوم، بل إنه شرع في إنشاء مرصد فلكي في أصفهان بناء على طلب الوزير نظام الملك، حيث قاد مجموعة من العلماء لإجراء عمليات رصد فلكية دقيقة تهدف إلى مراجعة التقويم الفارسي.
وفي سنة 1070 ميلاديا أنهى الخيام مع فريقه عمليات قياس طول السنة بدقة مذهلة، وابتكر التقويم الفارسي الذي كان يسمى جليلي. ووفقا لأكثر القياسات الحديثة دقة، أثبتت أن التقويم الذي ابتكره الخيام هو الأكثر دقة على الإطلاق، والذي صار تقويما فارسيا متبعا حتى الآن. كيف كانت موهبة عمر الخيام في الشعر سبب اتهامه بالإلحاد؟ كان الخيام في وقت فراغه يتغنى برباعياته من الشعر الفارسي التي ترجمت إلى معظم لغات العالم، ويرى بعض أنها لا تنادي بالتمتع بالحياة والدعوة إلى الرضا أكثر من الدعوة إلى التهكم واليأس. ومن جهة أخرى يرى بعض أن رباعيات الخيام تدعو بجملتها إلى اللهو واغتنام فرص الحياة الفانية، والتي فسرت بأنها تدعو إلى الإلحاد والفسوق كونها تدعو إلى اللهو والمجون. وأثارت كتاباته عن الشك بوجود العناية الإلهية والآخرة، ووجهت له أصابع الاتهام بالإلحاد. إلا أن سبب حيرته في الحياة والعالم الحسي المادي بقي مجهولا، لكن المتتبع لحياة الخيام سيرى أنه عالم جليل وذو أخلاق سامية، حيث أن المكانة الرفيعة التي تبوأها أشعلت نيران الحقد والغضب داخل نفوس الحساد والخصوم، وحاولوا النيل منه بأي طريقة، فطعنوا في عقيدته وذهبوا إلى أنه إباحي وباطني مستهزئ بالدين، ونسبوا إليه الزندقة والإلحاد، ودسوا عليه بعض الرباعيات المزيفة للنيل منه وإطفاء بريقه. وفاة السلطان تعصف بحياة عمر الخيام. كانت سنوات الخيام في أصفهان مثمرة للغاية، ولكن بعد وفاة السلطان ملك شاه ووزيره نظام الملك، فقد الخيام المكانة المرموقة والتأييد الذي كان يحميه من المحاكمة، وانقلبت عليه أرملة السلطان، وسرعان ما انطلق في رحلة الحج إلى مدينة مكة المكرمة. لكن أحد الدوافع الخفية المحتملة لذهابه إلى الحج هو إظهار إيمانه للعامة بهدف تهدئة حالات الاشتباه حول اتباعه لمذهب الشك، ونفي مزاعم التهجم غير الأخلاقي الذي وجهه إليه رجل دين معاد له. ومن ثم تمت دعوته بعد ذلك من قبل السلطان الجديد سنجار إلى مدينة مرو الشاهجان للعمل كمنجم في البلاط الملكي، وسمح له لاحقا بالعودة إلى نيسابور بسبب تدهور حالته الصحية. وفي العصر الحديث تأثر برباعياته كتاب من الغرب مثل الكاتب الأمريكي إدوارد فيتزجيرالد الذي ألف كتاب الخيام، ولم يخلو الكتاب من العبارات الشهيرة التي لونت الأفكار الأوروبية مثل إبريق من النبيذ ورغيف الخبز والزهرة التي انفجرت مرة واحدة إلى الأبد. وكانت كل رباعية من رباعياته تشكل قصيدة كاملة بحد ذاتها. كيف كانت نهاية العالم المبدع عمر الخيام؟ قيل أن الخيام قد عاش حياته بعد عودته إلى مسقط رأسه في عزلة عن البشر، حتى توفي عن عمر يناهز 83 عاما في مدينة نيسابور في الرابع من ديسمبر سنة 1131 ميلاديا، بعد أن ترك إرثا غنيا في عالم الفن والعلوم الفلكية والرياضية، وبات معروفا في العالم من خلال أبحاثه العلمية ونظريات الجبر التي توصل إليها، ورباعياته التي ترجمت من الفارسية إلى معظم لغات العالم. ودفن في قبر كان قد تنبأ بموقعه في شعره، وهذا المكان في بستان تسقط فيه الأزهار مرتين في السنة، ويطلق على ذلك المكان الآن ضريح عمر الخيام. تابعونا للمزيد من ليالي التاريخ.